الوغ لقيت لي تاكسي اللي عندهم الارقام. به اليوم القرعه نتاعنا ماهيش باش تكون كالعاده بالورقه والسبيل هذيك. اليوم باش نعملوا قرعه تاع لعبه اللي كنا نعملوها احنا صغار نتحايلوا بها على اخواتنا الصغار. سوريا عربي. ايوه. اي اي يا احمد نشوف شكون اللي جانيو معانا. تحب الحظ. تري بيان. يلا سيدي يلا 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 نشوفوا شكون اللي باش يربح معانا اليوم تاكسي رقم قديش. والطقس ابارامون في تغير واضح. ها نور التاكسي اللي ربحت معانا هي نمرو 334 334 الف 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 مبروك. ربح معنا احمد اول مره تربح معنا ثاني مره والله مرحبا مرحبا معنا من المستمعين اللي في الفيديو المره الاخرى زاد بحث الخصيه ربح معنا. اها مرحبا مرحبا بك يا سيدي ان شاء الله الف الف مبروك عليك وان شاء الله ديما هكا من المستمعين الاوفياء. ايه نزيدو نذكرو نزيدو نذكرو اللي تاكسي صاحبة نمرة 11 تجيب حدانا تربح الكادو نتاعها. تخي بيان. تحية للزميل يوسف الحماد اللي هبط معايا اليوم والمطر تتحداو في في الظروف المناخيه الكل. يعطيكم الصحه على الحقيقه هذه هي ايكيب الحياه وماهوش جديده عليكم يا جماعه ديما نخدموا في الظروف الكل اكيد باش نكونوا اقرب منكم. وشكر كبير لك انت احمد يعطيك الف 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 صحه انت ويوسف. سينو هكا وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا لليوم. الو ان غران ميرسي ليكيب الكل اللي كانت معاكم لليوم زميلتنا سوسن في تنسيق المكالمات زميلتنا انس زملاء في ليكيب تكنيك زميلتنا امنه بوخيت زميلنا سيف الدين بولعريس زميلنا ايمن ليغا ايضا زملاء كانوا على الميكرو بالنسبه لليوم. تحيه كبيره ساعه لزميلنا وسام القرقني في الاعداد ايضا زميلنا حمزه بشيخ امير فوال وفاء يوسفي وكنت معكم نور بيجي من قدام الميكرو ان شاء الله غدوه نتلقاو معكم في